زوار كلاش تي في، سلام الله عليكم. بدون مقدمات كما جرت العادة، غادي ندخل مباشرة في صلب الموضوع. واقع بالا نايضة في وزارة الصحة وما كاين غير عطيني نعطيك، وبزاف ديال الهضرة دايرة هاد الأيام على محمد اليوبي مدير الأوبئة بوزارة الصحة، والصداع اللي نايض بينه وبين الوزير خالد أي الطارب، وتفاصيل الصفقة اللي دوزاتها وزارة الصحة واللي القيمة ديالها 40 مليار سنتيم، واللي ضربها واحد المحظوظ عنده شركة محظوظة بوحده وبدون احترام للقانون. فاصل ونواصل. البارح الصحافة المغربية كلها كشبات على أن محمد اليوبي مدير الأوبئة في الوزارة ديال الصحة قدم الاستقالة دياله بسبب خلافات حادة مع الوزير. اتصلوا به شي صحفيين وسولوه على حقيقة الاستقالة، فما كان منه إلا أن قال هادشي ما غاديش نأكده وفي نفس الوقت ما غاديش نكذبه، يعني ما ماش غير خرجوا مصارة. وشوية السي اليوبي هو يخرج عاوتاني وقال لهم أنه مازال كيمارس المهام دياله كمدير للأوبئة بوزارة الصحة، وما قدمش نهائيا الاستقالة دياله. ولكن اليوبي اعترف في نفس الوقت بوجود خلاف ليه مع وزير الصحة خالد أي الطالب، واعتبر أن الأمر عادي وكيوقع في جميع المؤسسات خصوصا خلال تدبير الأزمات بحال هادشي ديال كورونا دابا، ولكن ما بغى يقدم حتى شي توضيح على أسباب المنع ديالو من تقديم الحصيلة الوبائية اليومية كيف كان من نهار بدات هاد الأزمة ديال كورونا. وكاين اللي كيقول أنه هو اللي ما بقاش باغي يبان في التلفزيون، وهادشي كيبان ليا فيه إن وكاينه شي خلافات كبيرة وبزاف، أو شي قضية عويصة بين هاد جوج ديال الناس. أسيدي خليونا غير ندوزو هاد الحجر الصحي بخير وعلى خير، وبيناتكم بيضاوة غير بالفاس أو بالهراوة كيف كيقولوا المغاربة مازحين. كاين اللي كيقول أن مدير الأوبئة وزارة الصحة عبر على الرفض ديالو لرفع الحجر الصحي، وقالوا أنه خايف بزاف من العواقب ديال هاد القضية، وكيعطيو الدليل على التصريح الأخير ديالو واللي حذر فيه من التسرع في رفع تدابير الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية بالبلاد، وشدد على ضرورة التأني واعتماد مبدأ التدرج في السماح للمواطنين بالخروج مع إعطاء الأولوية للجهات الأقل تضررا والقطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني، وعدم السماح للأنشطة مثل المهرجانات والتجمعات غير الضرورية. دابا السي اليوبي ما باغيش يهضر ويقول المغاربة اش كاين بينه وبين الوزير، وفي نفس الوقت الوزير ضارب الطم وما دار حتى شي تكذيب لهذا الشيء اللي واقع واللي كتهضر عليه الصحافة المغربية كلها. مصادر مطلعة قالت أن الوزير أي الطالب دخل الوزارة قبل يومين وهو بملامح جد غاضبة، وصل الوزارة في العشية وكان اجتماع ديال لجنة القطاعات الاجتماعية من عقد مجلس النواب، دخل المكتب دياله دون سلام أو كلام ورفض الحديث باستثناء ثلاثة ديال الناس ديما مقربين منه ما كيتفارقوش معاه. وكاين اللي كيقول بأن الوزير كان غضبان بسبب واحد البرلمانية اللي قالت ليه حنا كنعرفوا السي اليوبي أكثر مما كنعرفوا الوزير. ولكن النقطة اللي أفاضت الكأس كيف كيقول بعض المصادر أن المستشار الإعلامي ديال اليوبي وجه رسالة نصية قصيرة يعني SMS لمحمد اليوبي وقال ليه غادي تكلف المسمى باش يقدم نشرة اليوم، ولكن اليوبي ودون قصد منه ما شافش الرسالة وبالتالي ما نفذش الأوامر ديال المسؤول الإعلامي. موراها مباشرة اتصل الوزير بمحمد اليوبي واستفسره وقال ليه علاش ما رديتيش على الاتصالات اللي كنا كنوجهوا ليك. هو كيقول ليه اليوبي ما يمكنش السيد الوزير اتصل بيا وما نجاوبكش. هو كيرد عليه الوزير وقال لي وماشي انا اللي اتصلت بك، ورا السي فلان هو اللي اتصل بك. وفي هذه اللحظه تدخل واحد الشخص كان برفقه الوزير وقال لي بان المستشار الاعلامي راه وجه غير رساله قصيره وما اتصلش هاتفيا بالسي اليوبي. وفي الحقيقه كاين بزاف ديال التخربيق واللي كنشوفوا هاد الايام. مثلا قبل يومين او ثلاثه قالت الوزاره انها ما سجلت حتى شي حاله وفاه جديده في مدينه الدار البيضاء، ولكن المندوبيه ديال وزاره الصحه في كازا قالت في البلاغ ديالها انها سجلت في نفس النهار حاله وفاه. وبلا ما نهضروا على دوك المسؤولين ديال الوزاره الداخليه اللي في العماله ديال كازا واللي فحصاتهم مختبرات الوزاره وقالت لهم فيكم كورونا، الناس تفعفعوا مزيان ومشاو داروا تحاليل مضاده في كلينيك بريفي وجات نتائج سلبيه يعني ما فيهمش الفيروس، وهذا الشيء اللي خلى وزاره الصحه في موقف حرج امام وزاره الداخليه واللي سمحات في حقها وقرات باش تسكت وتخلي الامور تمشي عاديه باش ما يوقعش شي شنآن ما بين ادارات الدوله. الله يحسن العوال، حنا عارفين انكم عمركم دوزتوا بحال هذا الوباء، ولكن شويه ديال التفاهم وضبط الامور وراه المغاربه والله ما بقاو فاهمين حتى شي لعبه مع هاد السياسيين ديال البلاد. كذلك قبل يومين او ثلاثه خرج الوزير بشي تصريح كيقول فيه ان المغاربه العالقين في الخارج غادي يبقاو يدخلوا منهم 300 واحد في الاسبوع قبل ما يخرج عاوتاني في نفس النهار ويكذب الهضره ديالو، وهذا الشيء اللي خلاه يطيح في موقف حرج امام الصحفيين اللي سمعوا التصريح من فمه مباشره وزقيو معانا شويه السيد الوزير. المهم هذا الشيء كله يمكن لينا ندوزوه بجغمه ديال الماء
ولكن القضية الأكثر إشارة هي الهضرة اللي كيقولوا بعض الناس واللي كيربطوا فيها الخلاف ما بين الوزير واليوبي بالصفقة ديال 40 مليار سنتيم. هذا كلام خطير وخاص الرد عليه من طرف الوزارة. المغاربة كلهم كانوا معاكم وكيشجعوكم وكيدعيو معاكم الصباح وعشية، باعتبار وزارة الصحة هي اللي كانت هز الهم ديال صحة المغاربة، وهي اللي كانت مكلفة بالحرب على هذا الوباء العالمي من خلال الأطباء والممرضين اللي كانوا في الصفوف الأمامية ديال محاربة هذا الوباء، إلى جانب القوات العمومية والسلطات المحلية طبعا. ولكن حتى الدكاكة وهذا الشيء كله ما كانش يمكن ليه يوقع كل ما كانش ذاك القرار العجيب ديال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، واللي اتخذ قرار إبرام الصفقات دون المرور عبر إعلان طلبات العروض في ظل حالة الطوارئ. يعني حالة الطوارئ خلتهم يعطيوا الصفقات لمن بغاو خارج القانون، والمستفيد هو المحظوظ مو الشركة المعلومة. وهذا الشيء فتح الباب على المصراعين ديالو لتمرير صفقات فائضة بالملايير تمت تحديدا في وزارة الصحة بدون دراسة جدوى أو التدقيق في الشركات التي حصلت عليها أو الرجوع لقواعد المنافسة التي تفرز الكثير من التفاصيل في رسوم أي صفقة على الشركات الفائزة، تقول إحدى الصحف المغربية. وزارة الصحة لقات راسها في قلب تدبية تداعيات فيروس كورونا والنقص الحاد في المعدات الطبية من أجهزة التنفس إلى الأسرة الخاصة بالإنعاش، ثم أجهزة الكشف عن الإصابة بالفيروس وكذا العديد من المعدات الخاصة بالتعامل طبيا مع الوضع الوبائي الجديد. كان ملزما عليها أن تدبر عشرات الصفقات لشراء هذه المعدات بملايير السنتيمات عبر شركات معينة دون الرجوع لأي إعلان طلب وفق القانون الذي أصدرته الحكومة لتسهيل عملية اقتناء المعدات الطبية في زمن الطوارئ. وفي هذا السياق خصات وزارة المالية والاقتصاد 6 ديال المليار درهم دخلتها في الميزانية ديال وزارة الصحة باش زعما تدبر الملف ديال كورونا وتقتني المعدات الطبية اللي كتوافق هذه الحالة في المملكة. وهذا الشيء اللي خلى الوزارة تبرم عشرات الصفقات أغرقت بها المخازن بمعدات طبية لا يحتاجها المغرب حاليا وكلفات الملايير من السنتيمات من خلال صفقات تم تفويتها إلى شركات معينة. مثلا صفقة شراء مليون جهاز للكشف السريع عن الإصابة بفيروس كورونا كانت واحدة من بين الصفقات التي أثارت الكثير من اللغط والتي قسمت على مرحلتين، كل صفقة مررة تحت اسم شركة مختلفة لنفس المالك، يعني شخص واحد محظوظ عنده أكثر من شركة وكيستافد من الصفقات ديال الدولة. الصفقة الأولى مرت بما يقارب 20 مليار سنتيم وهي نفس قيمة الصفقة الثانية واللي مرت عبر المعهد الوطني للصحة، وهذا الشيء اللي اعتبرته مصادر صحفية بمثابة إغراق للمغرب بمعدات طبية لن يحتاجها أبدا، بما أن عدد الإصابات بفيروس كورونا متحكم فيها في المغرب وما كيشقارنش بعدد الإصابات مثلا في حي واحد في إيطاليا. وهذا الشيء اللي خلى الوزارة تبرم صفقات فائضة في محاولة لصرف 6 مليار درهم دخلتها وزارة المالية في الميزانية ديالها. صفقات أخرى كذلك كثير الكثير من الجدل والنقاش في أروقة الوزارة. فجريدة إلكترونية أكدت أن محمد اليوبي كان عنده رأي مخالف لتفويت الصفقات وقال بأن احنا ما محتاجينهاش بحكم أنه هو المتتبع الأول لتطور الوباء داخل المملكة وكيعرف الحاجيات الطبية اللي خاصة المغرب. وهذا الرأي كان كيخالفوا فيه الوزير خالد أي الطالب واللي كان مدعوم من الكاتب العام ديالو واللي أعطاه صلاحيات كبيرة باش يدبر ويشرف على العديد من هذه الصفقات. كذلك تقول جريدة الصحيفة أشارت مصادرها إلى أن قسم التكوين داخل الوزارة الذي كان مكلفا بشراء الأدوية قبل الجائحة منح صلاحية واسعة للتفاوض المباشر مع شركات بعينها بملايير السنتيمات وذلك لشراء المعدات الطبية الخاصة، وهذا القسم هو اللي كيشرف عليه الكاتب العام للوزارة. هاد الصفقات والطريقة التدبير ديالها وكذا المخلفات العالقة بين خالد أي الطالب ومحمد اليوبي خلت هذا الأخير باش يطلب الاستقالة ديالو شفويا من الوزير، ولكن دخلت العديد من الأطراف وحاولات باش تقنع محمد اليوبي بالتراجع على الاستقالة ديالو. هم اللي شافوه مصر قالوا لي على الأقل أجلها حتى تدوز هاد الفترة العويصة السير يوبي. محمد اليوبي كيف كتقول المصادر ذاتها رفض حتى المقترح التالي وقال لهم ما بقاش نهائيا ندوز في الموجز اليومي على القنوات العموميه ونعلن على الحصيله ديال المصابين بفيروس كورونا. السيد طار عليه الدم مزيان علم الله اشبيه، وهذا الشيء اللي خلاه واحد المجموعه من ردود الافعال وانفجار حالات غضب كثيره، وهذا الشيء اللي يقدر يجر وزير الصحه خالد اي الطالب الى المساءله امام مجلس النواب. الصفقه العموميه المهيئه من قبل وزاره الصحه رصات على شركه المقر ديالها في الرباط واللي مملوكه لشخص واحد عنده اكثر من شركه، في حين ان المغرب فيه اكثر من 3000 شركة عندها نفس الاختصاص وما خدات حتى شي فرصة باش تشارك في طلبات العروض او تقدم المقترحات ديالها. وهذا الشيء كيتناقض مع خطاب الحكومة اللي كتدعي دائما الى الاهتمام بالمقاولات المغربية وانقاذها من الافلاس. ولكن مصادر اخرى قالت لقناة كلاش تي في ان اغلب اصحاب الشركات اللي تم الاقصاء ديالها معروفة بالخواض والتلهيب وتضخيم الفواتير وشحال سرقات من المال العام ديال الدولة، وهذا الشيء علاش قصاوها من هذه الصفقة. العلم عند الله والمسؤولين ديال الوزارة، ولكن كيف كتقول مصادر قناة كلاش تي في؟
فهاد 3000 شركه غادي تبقى تقاتل دابا باش تضرب من صفقات اخرى، وغادي دير المستحيل باش دير النصيب ديالها من هاد الكعكه. وبغض النظر عن اسرار صفقات تفاوضيه من هاد النوع، تسالات المصادر ديال كلاش تي في على اسباب استيراد هاد الكميات الضخمه كلها من هاد الادويه والمعدات الطبيه، واللي المغرب بطبيعه الحال كيف قلنا ما غاديش يحتاجها. وهادشي اللي فكرني في صفقه اللقاحات ديال 9 مليار سنتيم اللي كان طاحت عليها الوزيرة السابقة في الصحة ياسمين بادو مولاة الشقق الفاخرة في العاصمة الفرنسية باريس. كان معكم محمد البوديري من قناة كلاش تي في. إذا أعجبتكم هذه الحلقة لا تنسوا الاشتراك في القناة مع تفعيل زر الجرس لكي تتوصلوا دائما بالجديد. كذلك شاركوا هذا الفيديو على نطاق واسع حتى تعم الفائدة. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى حلقة أخرى بإذن الله.